إذن في مشروع سيمثل قفزة نوعية حضارية غير مسبوقة على المستويين العربي والإسلامي، وفي نقطة تحول جوهرية في مسيرتها البحثية وتزيد من ثقلها العلمي ومكانتها الدولية على مستوى علوم الفضاء. أطلقت إمارة الشارقة اليوم إعلاميا مشروع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. إطلاق المشروع هذا جاء من خلال جولة تفقدية قام بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك صباح اليوم للمرحلة الأولى في مبنى المركز الواقع في المدينة الجامعية بالشارقة. التفاصيل في التقرير التالي. مدفوعاً بشغفه للعلوم والمعارف المختلفة ومهتدياً بحلم راوده قبل سنتين، تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وزار مبنى مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك لتفقد المرحلة الأولى من المشروع الذي سيشكل علامة فارقة في علوم الفضاء والفلك. وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في الموقع الإنشائي لمبنى المركز الذي سيمكن زائريه من الطلبة والباحثين والمهتمين من رصد وتحليل الكثير من الظواهر الفلكية وتوضيحها من خلال ما يشمله من مشروعات مترابطة ومتجانسة تغطي علوم الفضاء وتسبر أغوار هذا المجال بواسطة قبة فلكية ومرصد فلكي ملحق به. واطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال جولته لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك على محتويات القبة الفلكية التي تم تصميمها بحيث تمثل الشمس وتحاط بكواكب المجموعة الشمسية من الخارج في مجسمات تضاهي وتماثل الطبيعية في قياساتها. وتتكون القبة الفلكية من شاشة عرض نصف كروية بقطر قدره 18 مترا ومركبة بزاوية ميل قدرها 10 درجات تستخدم لعرض صور بالغة الدقة عن طريق نظام عرض رقمي متقدم يتكون من 7 قنوات عرض ضوئية فائقة الأداء تعمل بشكل متزامن لإسقاط صور معالجة رقميا باستخدام أجهزة معالجة صورية فائقة السرعة لتكون الصورة المنتجة متجانسة ومركبة بطريقة تبدو وكأنها تعرض من مصدر واحد وبطريقة ثلاثية الأبعاد. وتبلغ سعة مسرح القبة 209 مقاعد تم توزيعها بعناية وبزوايا مدروسة بحيث أن كل مقعد يميل استنادا لميلان شاشة العرض. كما تحتوي القبة كذلك على عارض نجوم عملاق متمركز في قلب مسرح القبة يتيح عرض عدد هائل من النجوم يصل إلى 20 مليون نجم. وأطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مخططات المرصد الفلكي الملحق بالمشروع والذي يحتوي على تلسكوب عاكس بقطر قدره 45 سنتيمترا وآخر كاسر بقطر قدره 20 سنتيمترا مع بعض الأجهزة الأخرى الملحقة التي تتيح عرض ودراسة بيانات ذات دقة عالية. وينظر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمشروع كبوابة لبناء وإعداد جيل جديد من العقول الشابة الإماراتية المبنية على العلوم الفضائية والمكونات السماوية القائمة الآن على الوسائل والأدوات التكنولوجية. وبانتهاء المشروع ستنتقل الشارقة من كونها تحتضن أول قبة فلكية في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية إلى كونها الحاضن الأول لأكبر مركز لعلوم الفضاء والفلك في العالم. وخلال برنامج الخط المباشر عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة تحدث صاحب السمو حاكم الشارقة الرئيس الفخري للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن تفاصيل أول فيلم علمي وثائقي سيعرض في القبة السماوية المرتقبة والذي يحمل عنوان دين القيمة،
وسيعرض مع افتتاح مشروع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ويروي الفيلم ومن خلال استعانته بالآيات القرآنية واللقطات التصويرية قصة تكوين الكون، ويتناول أيضا حياة عدد من الأنبياء والرسل، كما يصور الفيلم كيف سيكون عليه الكون عند نهاية العالم. طبعا أنا فكرت في المشروع من زمان، وعلى أساس أن نحن ننقل القبة السماوية الصغيرة الموجودة في البلد في الداخل، لأن جاية يعني صغيرة كانت، ولكن لما عرضت الموضوع على الدكتور مجور النعيمي، يعني ما شاء الله عنده هو أفكار وعنده متخصص، يعني ما شاء الله اتصالات وعنده كل حاجة يعني صحيح، ولكن المشروع هذا لامس هوى في نفسي. ما شاء الله جميل. أنا كان عندي مشروع من قبل 7 سنوات، نعم، وأحاول أخرجه ولا بقادر أخرجه. كل مرة أفكر كيف أخرجه، أخرجه في مسرح، أخرجه في مجسمات، أخرجه يعني، وهو لو أي واحد فينا والمستمعين يقرأ سورة الأنبياء، هذه السورة تبدأ بخلق الكون وتنتهي بنهاية الكون، سبحان الله، وما بين الاثنين حياة. هو النزول، النزول الأنبياء من إبراهيم. نعم، تتابعهم صحيح. فأنا كنت أريد هذا، أريد أبدأ بخلق الكون ووجود سيدنا إبراهيم، ما كان يدور في خلدي. نعم. المشاهدين سيشاهدون هذا الفيلم ومدته 25 دقيقة. فهذا الفيلم يعتبر يعني هدية للغرب، أن نحن ديننا ليس بالغريب، نحن على ملة إبراهيم، وهذا اللي نحن نحاول نفهمهم فيه. هذا وبمناسبة قرب احتفالات الشارقة بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2015، أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن مشروعات مرتقبة خلال العام القادم، ومنها ما يكتمل نهاية العام الجاري. المشروعات اللي جاية للسنة القادمة هي مشروعات بيئية، يعني بيئية، سياحة بيئية، بيئية تراثية، يعني فيها التراث وفيها البيئة وفيها الآثار. ما شاء الله، ما شاء هذه الأشياء الثلاثة. ما شاء الله، والحمد لله، يعني السنة القادمة سيفتح، مثلا أنا والله ذكرت مرة مشروع الزيد يفتح إن شاء الله، خرفكان، كلبة، مشروع الشارقة هنا كذلك، مركز التراث، يعني مراكز التراث هذه كلها تفتح ما شاء الله في السنة القادمة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. وهناك إن شاء الله مشاريع ال 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 اللي هي البيئية، اللي هي مثل محميات، مثل عندنا حوالي تقريبا ما يقارب 3-4 محميات، يعني فيها محمية واسط هنا في الشارقة، محمية الحفية في كلبة، في كلبانة، هذه يعني مشاريع كبيرة. كذلك بالنسبة للآثار، عندنا مشروع الآثار في مليحة، مشروع كبير كبير يعني ما شاء الله. كلها هذه بتخدم السنة هذه.